أخبار اليوم. احنا عندنا 23.5 مليون مؤمن عليه وحوالي 6.5 مليون صاحب معاش، بنتعامل معاهم وبنقدم لهم خدمات. هنا التحدي الأكبر يدور حول التعديلات التشريعية المطلوبة ليكون عندنا قانون جديد حديث للتأمينات والمعاشات بعد أن ألغي القانون 135. إحنا كنا بنطبق القانون 79 وتعديلاته، ولكن هذا القانون اللي مضى عليه حوالي 40 سنة يحتاج إلى إعادة نظر. فالتحدي الأول هو وضع التشريع المناسب اللي ينقلنا نقلة إلى يعني نظام معاشات وتأمينات أكثر كفاءة وكفاية. التحدي الثاني في هذا الملف بتاع التأمينات والمعاشات هو التشابكات المالية اللي موجودة بيننا وبين وزارة المالية وبنك الاستثمار. والحقيقة اللي بدأ في تناول هذا الموضوع قبل ما ناجي السادة الوزراء السابقين بعد ثورة 25 يناير، ابتدى الكلام عن كيف نفض التشابك ونسترد أموال التأمينات من وزارة المالية ومن بنك الاستثمار القومي. فلوسنا للبنك الاستثمار القومي حوالي 70 مليار. هذا الأموال استردادها مرتبط بفضل التشابك لبنك الاستثمار ما بين بنك الاستثمار ووزارة المالية أيضا، لأن بنك الاستثمار كان أيضا في الأصول وزارة المالية. وفلوسنا لوزارة المالية حوالي 162 مليار، اتفق على آلية استردادهم 142 مليار على 10 سنوات 14 وشوية كل سنة، و20 مليار على 3 سنوات. ولكن ما زال هناك يعني هم كبير احنا بصدد البدء في الحوار حوله، هو الفوائد الخاصة بالمبالغ الموجودة في المالية. هذا التشابك إشكاليته الحقيقية في أنه احنا كلنا في مركز واحدة، واحنا والمالية والوزارات المختلفة هي دولة واحدة وموازنة واحدة، وبالتالي في ظل العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة صعب انك تاخد فلوسك كلها من المالية زي ما احنا عايزين. ولكن مهم عندنا كان تدقيق المديونية، اثباتها، الاتفاق على اقساطها، ثم الاتفاق على الفوائد المترتبة عليها. التحدي الثالث هو تحسين الخدمة. احنا عندنا خطة لتطوير وتدريب العاملين، مكاتبنا كتير منها في حالة سيئة، أرشيفنا محتاج يحدث ويبقى أرشيف إلكتروني، عاملينا محتاجين إن هم يدربوا، في خروج لأعداد كبيرة للمعاش، محتاجين إن احنا يعني نضم إلى صفوف العاملين في الصندوقين شباب ونجربهم ونلحقهم بالعمل. واحنا بصدد العمل في هذه الأنشطة بالتعاقد على تطوير البنية التكنولوجية والتحتية، بالتعاقد على العديد من المباني الجديدة اللي بنبنيها أو بنشطرها أو بنطورها، بفتح مكاتب جديدة في بعض المناطق، بأننا نقسم مكاتب تكون حملها كبير قوي إلى يعني مكتبين ونزود مناطق. فده الشغل اللي في التأمينات والمعاشات. ومؤخرا وقعنا اتفاقية مع منظمة العمل الدولية، وهي أحد منظمات الأمم المتحدة لمصر شريكة فيها منذ نشأتها، علشان نشتغل معها على 3-4 موضوعات: الفحص الاكتواري ومراجعة التشابك المالي، ويدونا بعض النصائح ازاي نفك هذا التشابك ما بيننا وبين وزارة المالية. وفي لجنة من وزارة المالية، من الاكتواريين والعاملين في وزارة المالية، ولجنة من عندنا مع مجموعة من الخبراء في منظمة العمل الدولية، بييجوا يبصوا على هذا التشابك المالي. ايضا هيحطوا لنا برامج تدريبيه لتدريب العاملين، واتفقنا معاهم ان احنا يتم صياغه برنامج يكون عباره عن دبلومه تبقى في الكليات المصريه في مجال التامين، عشان احنا محتاجين لخبرات اكثر في مجال التامين. ففيها تدريب وبناء قدرات، فيها تحليل مالي وفحص اكتواري، وفيها ايضا انهم يجيبوا لنا تجارب الدول الاخرى اللي تصدت لهذه المشكله. يعني انا دايما من انصار انه او يعني مقتنعه بالمقوله ان مشاكلنا في مصر صحيح معقده، لكن ما بتختلفش عن مشاكل الدول الاخرى. الدول الاخرى كثيره واجهت نفس المشاكل دي وعرفت ازاي تتعامل معاها وتحلها، فما فيش داعي نقعد نخترع نشوف الناس عملت ايه ونعمله، مع طبعا تطويعه ليناسب ظروفنا، ولكن يعني ما فيش حاجه اختراعات كبيره. ف
اللي بنعمله. كل الدول عندها مشاكل في نظم التأمينات والمعاشات ولما بتتقادم وبتقبل وزي القانون بتاعها. فده في باب التأمينات والمعاشات. عندنا أيضا بقى في يعني في أيضا مظلة الحماية الاجتماعية، التأمينات والمعاشات دي بتخص الناس القادرة على العمل، سواء اللي بتشتغل في الحكومة أو اللي بتشتغل في القطاع الخاص والعام، أو حتى اللي بتشتغل في القطاع غير الرسمي اللي بيغطيها قانون السادات و112 وما إلى ذلك. كل دي محتاجة الحياة تتوحد في تشريع تأميني واحد والأمور تبقى أوضح وأبسط وتتسم بالاستدامة المالية، يعني ما نقعدش نحمل نفسنا بأعباء حتى لو حلينا مشاكل النهاردة وبكرة وبعده، بعد 10 سنين هنعمل إيه؟ وإزاي نحقق ما نادى به الدستور إن دي أموال خاصة ولابد من فصلها الحقيقة عن الحكومة، فلوسها ما تبقاش تتقلب على الحكومة ولكن الفلوس تدار بعقلية خاصة بحيث إنه دي استثمارات وتحويشة الناس المؤمن عليهم، وبالتالي لازم نضمن استثمارها بشكل آمن. والحقيقة مصر بتضمن أموال المعاشات ودي حاجة مهمة جدا، أي عجز بيبقى عندنا بتتحمله الخزانة العامة، المعاشات الاستثنائية بتتحملها الخزانة العامة. ففي يعني تعاون مع وزارة المالية، لكن احنا بنأمل ان احنا ناخد خطوات أوسع في سبيل استرداد الأموال والفوائد.